في اليوم 66 من الحرب الروسية الأوكرانية، تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية على مختلف الجبهات. قالت مصادر صحفية أن قتالاً ضارياً جرى في محيط مدينتي ليسيتشانسك وسيفرودونيتسك، الجزء الرئيس من إقليم دونباس الذي لا تزال روسيا تسيطر أو تحاول السيطرة عليه. أيضاً في الشرق الأوكراني احتدمت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في جبهة بارفينكوفا جنوب خاركيف خلال الساعة 24 الماضية. وأوضحت مصادر صحفية أن القوات الروسية باتت على مسافة 20 كيلومترا من المدينة. من جانب آخر، قالت مصادر صحفية بأن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على مناطق شمال أقليم خيرسون جنوبي البلاد بعد أيام من إعلان روسيا سيطرتها على جميع حدود الإقليم. من جهة أخرى، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية الجنوبية أنها تلقت منظومة دفاع جوية من طراز S-300، مؤكدة أن المنظومة عززت بشكل كبير دفاعاتها الجوية في المنطقة الجنوبية. الآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.